معقولة عطيتيني الكريدت كارد يا عمتي؟ بس هالشي ما بصير، لأنه أنا ما في إلي أي حق عنده أساساً. كيف بدي أصرف من هاي المصاري؟ هاي المصاري للسيد جايوالي ومو من حقي أتصرف فيها. ليك ابني، حجزت لكم تذكرتين على جوا، وحدة إلك ووحدة لباني. باني راحت على السوق وبس ترجع بتروح على المطار فورا، وانت هلا ضب اغراضك كلها وجهز امورك والحق على المطار دغري، لانه ما لازم تتاخروا على الطياره. اتفقنا؟ سجلي لي اسمي. شوف، أنا بالحقيقة ما كنت بدي سافر معك سيد جايوالي، بس عمتي أحرجتني وما حبيت خجلها، ومشان هيك إجيت. إذا مانك حابة ما في داعي تروحي معي. رانفير طلب منك تجي بس لحتى تتابعي أمور مشروعنا بجبل آبو، وحجز لك تذكرة من هنيك لحتى تروحي بسرعة. خديها من الموظف، والأغراض اللي بعتت لك إياهن عمتي رح تاخديهن معك. أنا رح روح على جوا لحالي. مين اللي قال إنه أنت رح تروح لحالك؟ أنا كمان رح روح معك جاي. بس أنتي مو المفروض. مو معقولة تكون نسيت بهالسرعة. شو نسيان إنه نحنا عم نتنافس؟ وبالتأكيد باعتبار أنا منافسة لإلك، إجتني دعوة لحتى أحضر هذا المؤتمر أنا كمان، ولهيك أنا رح روح معك هلأ. وأنا هذا العقد مستغني عنه، ما رح سافر لهنيك. شو كأنه خايف إنك تخسر قدامي؟ ولا لتكون تعودت؟ ولا أنت نسيت؟ ما في داعي لهذا الحكي كله، وآخر همي إنه أتنافس أنا وياكي لأنه أنت وحدي. كمل كلامك. شو اللي خلاك تسكت يا جاي؟ شو ما رح تغير هالعادة السيئة؟ بتمنى شي مرة تحكي شي جملة وتكملها. هلأ المهم، المفروض إنه نساوي شي واحد وبس، لازم نلحق الطيارة وبس نوصل. شو ما بدك بتحكي؟ باي باني.